للحديث عن آخر التطورات والمعلومات المتوفرة بشأن السيارة التي كانت معدة للتفجير ويقودها أحد عناصر ميليشيا الحشد في ذي قار، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي. أهلا بك عبد الله. بداية، يعني كما تعلم وكما تابعت سير المعلومات، ضبط سيارة معدة للتفجير في ذي قار. السؤال هنا، هل نحن بصدد عودة لزمن السيارات المفخخة التي عانى منها العراق الأمرين في الفترات السابقة؟ عزيزي، اهلا بك ومشاهدي قناتكم المقرره. طبعا الميليشيات بدا شرعيه وجودها يقل، بدا الناس يعون ان الميليشيات شر مستطير على العراق وعلى العراقيين. لابد لهذه الميليشيات ان تجد ذريعه لوجودها وللسيطره على الوضع الامني، القرار الامني في البلاد. حاولت وتحاول وستبقى وتستمر بالمحاولات للسيطرة على الوضع الأمني، ومن خلال خلق المشاكل، من خلال تسبب بأحداث ارباك الوضع الأمني. السؤال هو كيف وصلت هذه المفخخة إلى مدينة الناصرية، وكيف اخترقت جميع السيطرات التي ربما تتجاوز 20 سيطرة من بغداد إلى الناصرية، تقريبا أكثر من 300 كيلو متر. السؤال هو يبقى موجها الى القوات الامنيه، القوات الحكوميه التي تنتشر على الطرق الخارجيه بين بغداد وجنوب العراق. عبد الله، العنصر الذي ضبط داخل السياره التي اوقفت ينتمي للحشد الشعبي كما بينت الكثير من المعلومات، وتحديدا يتبع حركه انصار الله. لماذا تعود الميليشيات لسياسه ترهيب الناس عبر المفخخات وهي تسيطر على كل مفاصل الدوله؟ يقول قائل، لكي طبعا هذه الميليشيات لابد من عذر لوجودها لكي تستمر بالسيطره على موارد العراق وعلى ثروات العراق وعلى القرار الامني في البلاد. لابد لها ان تستمر، لذلك يبدو انها ماضيه في خلق الاعذار وفي ارباك الوضع الامني، لانها بدون مشاكل وحوادث امنيه لا يمكن ان تعيش هذه الميليشيات الولائيه التي تسيطر على الوضع الامني وتربك الوضع الامني. طبعا لا يخفي على الكثيرين ان هذه سياسه قديمه حديثه، سياسه خلق المشاكل وتفجير المفخخات في الاسواق وفي الاماكن المكتظه بالسكان، واتهام جماعات مسلحه لخلق مشاكل بين اطراف الشعب العراقي. نعم. الى اي مدى ترى ان رساله معينه ارادت الميليشيات ارسالها الى الثوار في ساحات الاعتصام المختلفه من وراء هذه العمليه باعتقادك؟ هي عدة رسائل. الميليشيات الولايه حاولت ان تضرب عدة عصافير في حجر واحد، اولها هو تهديد ساحة اعتصام الحبوب في الناصريه. ارادوا من خلال هذا الحادث ان يقولون نحن في المرصاد لكل من تجاوز عليكم انتم. والرساله الثانيه، ارادوا ان يقولوا للمعتصمين في ساحه الحبوب انكم في دائرة الاستهداف، استهداف الجماعات الإرهابية. ولو كان ذلك صحيحا لكانت ساحة اعتصام بغداد هي أقرب للجماعات المسلحة من ساحة اعتصام الناصرية التي تبعد 300 كيلو متر جنوب بغداد. لكن الميليشيات في هذه الحادثة تريد أن تخلط الأوراق، تريد أن تعود بالفتنة الطائفية بين العراقيين، تريد أن تنهي اعتصامات العراقيين خصوصا في ساحات الحلة بابل وساحة البصرة والناصرية. نعم. في سؤالي الأخير إليك عبد الله، بعد إلقاء القبض على هذه السيارة وقائدها وهو عنصر من ميليشيا في الناصرية، هل باتت تتضح أكثر سلسلة التفجيرات التي كانت تضرب الأحياء السكنية في بغداد وغيرها مثل تفجيرات الكرادة الدموية؟ أغلب العراقيين يعلمون جيدا من هو وراء تلك المفخخات التي ضربت وعصفت في ايام خلف المناطق الشعبيه في العراق، خصوصا تلك التي ضربت اسواق بغداد والتجمعات السكانيه. لكن القرار الامني يبقى بيد هذه الميليشيات ومن عاونها من القوات الحكوميه. الجميع يعلم بهذه المؤامرات التي تحكها الميليشيات الولائيه، لكن لا احد يجرؤ على التكلم بالحقيقه. الميليشيات تقف
تقف خلف كل حالة التفجير، خصوصا تفجير الأسواق المدنية والأماكن والتجمعات السكانية. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الصحفي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.